هذا المشروع كتير مهم لأنه من جهة بيسلط الضوء على هالمشكلة اللي الناس مش شايفتها واللي كتير قليل من الناس بيعرفوها. ليه الناس اللي بيعرفوا قديه بحرنا ملوث، قديه في بلاستيك، قديه في يعني أنواع من الأواني البلاستيكية مرمية فيه. من جهة تانية هذا المشروع كتير مهم، بيعرفنا على مخاطر الرمي العشوائي للمواد البلاستيكية، بيعطينا فكرة عن الإدارة السليمة للنفايات وكيف ضروري نعمل لها إدارة. وهذه مواد بلاستيكية من المعروف إنه معظمها قابل لإعادة التدوير ونعمل لها إعادة تصنيع أو إعادة استعمال أو استخدامات أخرى. مبدئيا نحن عنا بالقسم الشباب كذا برنامج بنشتغل فيهم، منهم برنامج البيئه، وهذا البرنامج بيعنى بتطوير المشاريع البيئيه والمشاريع العلاقه بالبيئه. منشان هيك هذا بارت كبير من الاشياء اللي بنعملها، وبنقدر من خلالهم نعمل كذا نشاط بيتعلق بالبيئه. أول شيء شاركنا معكم بصور من حوالي شهر تقريباً، مش بس أنا انبسطت، المتطوعين كانوا كتير مبسوطين لأنه حسوا أنه عملوا تغيير ولو كان شوي بسيط، لأنه كان كمية النفايات وخصوصاً المواد البلاستيكية كتير كبيرة على الشط، بس قدروا تقريباً شالوا 30-40% منها. بهالفترة هيدي اللي عم ننزل فيها لنجيب عينات بلاستيكية للمعرض، تفاجأنا بكميات كبيرة من المعدات الطبية أو نفايات المستشفيات، من أكياس أمصال بأحجام عديدة بمونتاجات والميديكات والمايكرو دراب، وفي أكياس دم للتبرع بالدم، في يورين كولكتر، يورين باج، تشكيل كبير من الأدوات الطبية. نحن من ضمن هالمشروع هيدا نزلنا على طول الشط اللبناني بمناطق معينة محددة بناء ل يعني معطيات على الشط. نفايات بتوصل على البحر عبر طريقين يعني لا غير، أما عن طريق مكبات ممكن تكون جبال نفايات مثل جبل صيدا اللي كان على شط المدينة هون، أو من خلال المنازل المنتشرة على طول الشط اللبناني، لأني بتخلصوا من نفاياتهم مباشرة بالبحر.
الشق الثاني انه هالنفايات هيدي بتيجي كمان عن طريق الانهر. كمان تفاجأت بصراحة بكمية أنين البلاستيك الموجودة هون، وخاصة القديمة واللي صارت نتيجة ضغط المي وجودها لسنين طويلة بالمي صارت ملزقة على بعض. كمان في عنا أكياس بلاستيكية كتير في قاع البحر، وأنا برأيي إذا قدرنا ننظف البحر من منطقة الجي شمالا لمنطقة الصرفان جنوبا، بتصور بنكون أنجزنا 90% من تلوث البحر اللبناني من النفايات الصلبة والبلاستيكية والطبية والأمونة. نحن نصنع اشياء يوميه بنستعملها، هالاشياء اليوميه اللي بنستعملها نحن من بعد ما نعملها ديسكارد او نكبها راح تروح بالارض وتتحلل او تتغير او اللي هي بعد فتره معينه بيجوا الاركيولوجيست بيحفروا بيطلعوها وراح يجربوا يفهمونا مثل ما نحن عم نجرب نفهم السوسايتيز اللي قبلنا او المجتمعات اللي قبلنا من خلال هال الرواسب او ما تبقى من الثقافه الماديه تبعهم. وهيدا الهدف من المعرض بالنتيجة انه نقدر نحن نوصل هالفكرة الاساسية انه لازم نعرف كيف نستعمل البلاستيك بحياتنا اليومية لمن خليه يسمح يكون مضر. البلاستيك منه مضر بالمطلق، انما نحن بنستعمله بطريقة بضرنا. نحن اليوم عم نعمل توعية بيئية لطلاب المدارس الرسمية عن موضوع النفايات البلاستيكية. لكينا توجهنا للمدارس الرسمية بلبنان وعلى الأخص المدارس الموجودة بالمناطق الريفية. نحن بلشنا التوعية بأول شهر تشرين أول وحيستمر لآخر شهر أذار. الفئة العمرية اللي عم نستهدفها هي من عمر 8 لسن 14. نعمل awareness session بهيدي المدارس لنضوي أكثر على هيدا الموضوع، لنوعي الطلاب أكثر على موضوع النفايات البلاستيكية وكيف فيهم اليوم هن كل واحد منهم يكون جزء من الحل لحتى نغير هيدا الوضع.